شيء انه هي متأكدة لانه كانت معه عم اجيت وعطتني اياها. لا حول ولا قوة الا بالله على السيرة. يعني هلا انا يا شيخي بنظرة حرامي وانا اللي سرقت الاسوارة والمصاري. طول بالك يا ابني، نيال المظلوم عند ربه بري، وان ربك لبالمرصاد والا ما يظهر الحقيقة. كيف يا شيخ كيف؟ ورحمة تراب الغالي. طبعا طبعا مستحيل تعملها وانا مصدقك يا ابني، بس يعني ليش خالتك ما حكيت لابوه؟ قال ما بدها تقول له، شن الوالد مخستك شوي تعبان وهي خايفة عليه. خير ما عملت، لأنه لو حكيت له كان نهز كله وهو مو ناقصه. بس مو بس هيك يا شيخي، مو بس هيك، ما عاد بدها يعني بالبيت. شلون يعني؟ يعني بدها يعني اتزوج على السريع وتخلص مني واطلع برات البيت. حسبي الله ونعم الوكيل. فعلا رب ضارة نافعة، وفعلا آن الأوان لحتى تتزوج. شو وصلك شيخي؟ يعني أنت موافق الرأي؟ ونعم الرأي يا ابني، هيك أحسن إلك ولها. يبدو أنه هي ما تقدر تنسى أنه أنت ابن المرة الأولانية، الله يهديها. لذلك لازم تستعجل بقصة جوازتك واتكل على الله. ونعم الاتكال شيخي، ونعم الاتكال.